السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم من جديد. هطول أمطار غزيرة على الطائف وسببت فيضانات في الشوارع. قبل البدء أدعوكم للاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. هطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة من محافظة الطائف، فيما تزال فرصة مهيئة لهطول مزيد من الأمطار. وشهدت منطقة الباحة هطول أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة مصحوبة بعواصف رعدية شملت مدينة الباحة وعددا من محافظاتها والمراكز التابعة لها وعددا من منتزهاتها. سالت عن إثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأراضي. من ناحية أخرى أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيها متقدما عند تكون أمطار من المتوسط إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة. وفي الختام نتمنى السلام للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمكن أن تشاهدونها في إسبانيا، في إنجلترا، في ألمانيا، في الأماكن.